الساعه بالضبط ما مركزاش شحال كانت الساعه. حنا عاديين واحد الساعه شي حاجه بحال اللي طاحت تهرس شويه الزاج ويمشي في جاتوي ولا شي حاجه. سمعنا طق في الباب السيده مولات الدار طق علينا عيطوا لا بوليس عيطوا لا بيلونس. اش واقع؟ قلت العافيه شعله عندي في الدار. صافي هذه هي بقينا في غنصوني في غنصوني المهم صونينا جاو الحمد لله كل شيء. السيده هبطت بنتها محروقه شويه. واحد السيد هبط عاوتاني محروق حتى الباب ديال لاباكومون ديالنا طاح عاوتاني من الماء جات هي بقات ما هي عندها تالو. قالت لك قلت لها شكون هذا واش راجلك؟ قالت لهم ماشي بزاف ساكنين معانا. قالت لك لا هذا لوسي. صافي دات هي بنتها من بعد خرجنا كلنا برا. هادشي وهاداك السيد اللي توفى واش كتعرفو؟ لا 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 ما كنعرفوش عمرنا شفناه. ما عاد تما مؤخرا ما عندناش معاه شي علاقه زعما. ما سمعتيش ان شي واحد فيهم كان مصاب بكوفيد ولا شي حاجه؟ هي قالت لنا هي قالت لنا ما تقربوش وهادي راه حنا مصابين من الكمامات ديالكم. مي ما قدرناش بصراحه ندخلوا لابارتمون وما طلعناش تبات العافيه. وما قالت لكمش شنو كيفاش شلت النار واش البوطه ولا شي حاجه؟ لا 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 حتى تعتقلي بنتها حيت بنتها كانت لداخل كتقول لك بنتي كتموت لداخل. صافي من بعد انا كاع ما شفتهاش اصلا حتى من بعد هي اللي قالت لي راه البنت حقت وجهها وهذيك هي الاولى اللي تحسست. شكرا تبارك الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.